مرحبا. السلام عليكم أخي، عليكم السلام اخوي. أنت وين يا أخي؟ اخي انا وين؟ من أي دولة؟ اسمح لي. انت من وين اول شيء؟ نعم، انت من وين اول شيء؟ أنا مغربي. مغرب؟ نعم نعم والله السموح اخوي المغربي، المغاربه على العين والراس، بس الموضوع شكرا أنا كنت حاسبهم جزائريين لا لهذا. الموضوع يخص اخواننا الجزائريين بس. شكرا شكرا أخي، شكرا شكرا، المشاركة. شكرا شكرا، حياكم الله حياكم الله حياكم إخوان الخليجيين. شكرا. انزين خلكم على جسمه على تشير البث يا اخوان، مع جزائري وافتخر. والنعم والنعم كل جزائري، والنعم كل من يفتخر بأصله، والنعم بالجميع. أخونا من إيران تفضل. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام أخوي، كيفك وش أخبارك وعلومك طيب؟ الحمد لله علوم الخير. الله يسلمك. الله يخليك الله يخليك، شكرا. أنت من إيران؟ لا لا، من المغرب خويا. انا اشوف الاسم اتحرى الايراني. هذاك ريان ولؤي، هذاك اسم ولادي. والنعم ريان، والنعم بابو ريان، والنعم بابو ليان بعد. لؤي معلم، الله يحفظك. شكرا. من وين ما شاء الله؟ الامارات العربيه المتحده. جيواني. من وين؟ في الامارات. تبارك الله ما شاء الله. ام الجيوين. جيواني ما شاء الله. كنت في ديب الفجيره يا اخي. والنعم اخوي. الله يحفظك. شكرا. الله يجزاك خير. مثل ما قلت للاخ المغرب اللي كان قبل. راشد 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 والله سموح. الله يحفظك. قلت للاخ المغربي اللي كان قبل شوي، فالموضوع يخص اخواننا في الجزائر. هو 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 اصحابك الجزائر يعني، عارفك لان جزائر سعر خلق خليجي، قال لك خلاص ما في مشكل. لا موضوعي من الاخص. نعم نعم، انا قريت الموضوع تقريبا، انا شفت هاد امس تقريبا، قريت على، دخلت في جوجل وحصلت على الاوراق على هاد الجزائر تصدر. الجزائر من كثر البرمجه اللي عندهم، من كثر يمكن ما عندهم تحديثات على الانترنت او شيء، فكل شيء يشوفونه يتحرونه فوتوشوب. ف من طبيعه الحال. فانا ليش خليت الموقع ظاهر شيء على اليسار؟ عشان العالم اذا حد احلى يتكلم. احلى ما سويتي والله. ف انتقل نفسه والسموح اخوي المغربي، فالموضوع نعم. لازم اناقشه مع اخواني في الجزائر. ما في مشكله على طبعي. شكرا على مشاركتك. الله يسلمك. وشكرا مره ثانيه. الله يخليك. شكرا. خلي جسمه ان شاء الله. شكرا. انا الجزائري يا حبوب. حبوب ليش؟ اذا من الجزائر حبوب ليش؟ ليش؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكون بخير يا رب. انزين انزين، نحن من المنطقه اللي بيصدروا فيها اللي يصدروا فيها الصوص، في اي منطقه بالضبط الكيان؟ تتكلمني الحين وتكلم حد ثاني؟ بتكلمك انت يعني بترمس. انا عايش باسرائيل، اعطيك المنطقه مثلا. كيف نحن بنصدر يعني؟ من اي منطقه بنصدر عليها؟ من اي ما بورد؟ اعرف ابوي، اسال دولتك وش يخصني. موقع التجاره العالمي ذا، ليش عشان الحين يوم يحد يصدر يقول له تعال عطنا الموقع يصدرنا مثلا؟ ثبتوا المصدر بعدين تعال ترمسوا على الجزائر. ثبت المصدر انت، روح الحين ادخل. اسمع 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 يا حبوب، اختيك والله ان الله يرى كل شيء يا حبيبي. تمام، الله يرضى. اتحداك الحين تدخل على الموقع العالم. اسمع اسمع يا لحظه ابوي، كلكم نفس الاسلوب النقاش. انا بقول لك شيء، مين مسك السوشيال ميديا؟ الحين انت تغلط الموقع ولا تغلطني انا؟ مين مسك السوشيال ميديا؟ مين مسك المواقع في الدنيا هذه؟ السعوديه او الجزائر اللي ماسكها؟ مين مسكها؟ تراني مو بسعودي ثاني. اوكي، مين مسكها هذه المواقع؟ اي شيء بدهم يسووا فتنه يا اخوي. هذه مواقع ليش ودهم مثلا يسوون فتنه على الجزائر؟ لحظه، هذه المواقع مختارين الجزائر مثلا وفرحان منها، هذه تبع مين؟ لحظة، ليش ودهم يغلطون على الجزائر مثلا؟ ترى موقع لأنهم ما حصلوا، ما قدروا. نحن نأكد عليهم، هم ما يقدروا. تعرف يا موس، نحن قوة إقليمية عظمى،
يا وين القوة؟ هو وش؟ عليه ما يقدر. لحظة يا الحبيب. نحن من متى ونحن لحظة نحتدي على على عالراحت. قوة في شو؟ لحظة. أي قوة تتكلم يا أخي؟ افتح المايك يا محمد يا موس. عن أي قوة تتكلم؟ أكبر دولة. عالراحت كل شيء تعطني عطني دليل. أكبر دولة إيش؟ ثالث أكبر دولة عربية. بس عالراحت يحترم النقاش ينزل تحت. أكبر دولة في إيش؟ في المساحة؟ في المساحة زين. تمام. زين كيف قوة إقليمية من حيث؟ ثالث دولة عربية. من حيث؟ دولة. من حيث؟ المساحة. بحكي لك أول شيء عن المساحة. على المساحة. المساحة على جنب. أول أكبر دولة إفريقية. أكبر دولة. تمام في المساحة نفس الشيء. عطني من حيث إيش؟ ثالث دولة عربية قوية. أول واحدة السعودية، ثاني واحدة مصر، ثالث واحدة الجزائر. من قوة من إيش؟ قوة من إيش؟ أي مؤشر؟ قوة عسكرية. قوة عسكرية يا أخوش. نحن تعرف نحن السلاح بنجيبه من عند روسيا بدون مقابل بدون فلوس. يا مو سلاح الخرد اللي عند روسيا اللي نفع روسيا. لو كان روسيا كان رفع روسيا مع أوكرانيا، ما كانت توهقت مع أوكرانيا. يا حبيبي هذيك استراتيجية حربية يا أخوي. وش عندك سلاح؟ لحظة. إذا عندك سلاح والشعب فقير وش تسوي بالسلاح؟ اسمع إذا حماس عندك سلاح. لحظة. إسرائيل ما قدرت حماس عندها شهرين. نقاش يا موس. إذا عندك سلاح والشعب فقير وش تسوي بسلاح؟ لا ما عدنا فقير أقسم بالله، ما عدنا واحد يطلب. ما عدنا ولا حد يطلب يا أخوي. كل الناس بتحدى أي واحد في الدنيا. 45 مليون جزائري كلهم شبعانين الحين. لا شبعانين. بعطيك الدليل. كلهم نايمين شبعانين يا أخوي. بعطيك نايمين شبعانين من البلد الحين. بس السعود أسمع بقولك إيش. لا عالراحت. كم متوسط الفردي في الجزائر؟ شو تحكي على الجزائر يا حبيبي؟ ما سمعتك اخر كلامك والله. ما سمعت. ما هو مستوى متوسط الدخل الفردي في الجزائر؟ 300 دولار تقريبا. 150 لا 150 3 ملايين يورو على لسان عمك تبون. تمام. 150 شوف اسمع 100 يورو بنعطيها للشباب اللي ما تشتغل. 150 يورو يسمى معدل الدخل الفردي اللي هو واحد بنعطيه الحين اللي هو الحين يعني مبلغ فاتوره جوالي الشهري. نحن السكر تعرف بكم؟ اعرف ان الزيت بتعرف بكم؟ كل شيء مدعم يعني تقريبا مدعم. لحظه زين مدعم وعليه طوابير، معناته الشعب محتاج. شو عليه الطوابير؟ في اي دنيا فيها عليها الطوابير؟ طب اسمع بتحكي لك على السعوديه الحمد لله من عند رزق الله سبحانه. لحظه اللي يكلمك من الامارات ابوي. لحظه من الامارات. من وين من الامارات؟ انا عايش في الامارات من 2004. من وين انت من الامارات؟ انا ديواني لو سمحت. لو انك عايش بالامارات كان ميزت اللهجه اساسا السعودي على الاماراتي. انا عايش في الامارات يا اخوي. اسمع بقول لك لحظه حبيب. لحظه شوي عشان نتمرر لنا مغالطات. احنا من وين انت من الامارات؟ بقول لك انت اماراتي ولا من وين انت من الامارات؟ لا مو اماراتي شوي كنت سعودي. لحظة راويك ال شو اسمه. انت ما تقول احنا صراحة ما ودي ادخل في مواضيع الفقر والغنى والشماتة اي والله العظيم قسما بالله لانه ربي هو اللي يرزق بس مش العبد. واذا العبد اذا جاي إذا العبد اذا جاي يرزق يا حبيب قلبي الله يقطعها ان شاء الله. الله يقطعها. لحظة شوي. اول شيء يا الحبيب يا موس يا حبيبي الجزائر مش مديونه ولا دين. ايش فيكم تيم برمجين؟ ما تحترمون النقاش. اول شيء الانسان لا يدعي القوه. الانسان اللي عنده قوه ما يدعي قوه. ما يدعي القوه الحمد لله. بس عندنا النيف عندنا الشرف يا اخوي. لحظه يا خليني اكمل كلامي لين الاخير وتفضل. اول مغالطه مررتها انك تقول ان الجزائر قوه اقليميه. فيش الجو الجزائر. لا خليني اكمل كلامي. ان احنا مساحه واحنا ما عندنا واحنا كذا واحنا كذا. يا الحبيب بعطيك ابسط مثال. كم دفعت الجزائر لتدخل البريكس؟ اسمع كم دفعت الجزائر لتدخل البريكس؟ اسمع ما اذا دفعنا ولا ما دفعنا الحمد لله لان ما دخلنا. لا خليك من الحمد لله. لحظه شو يعني البربر؟ شو يعني بربري؟ بربري شو يعني بربري؟ لحظه كم دفعت الجزائر لدخول بريكس؟ شو يعني بربري انسان؟ انت جاوب بس يا ابوي. كم دفعت الجزائر
اسمع يا اخوي، ندفع ولا ما ندفع؟ هذيك امورنا وامور كان دفعت الجزائر يا نفس بالتونس بالجزائر. لا تمكس لي الله جرح الله والدينا. كم بقول لك شيء، كم دفعت الجزائر؟ لحظه احترم من عند الهند. الهند الهند يا ابوي خليك من الهند، ما توصل اقتصاد الهند اساسا. كم دفعت دام عندك قوه اقتصاديه؟ كم دفعت الجزائر؟ خليك من الهند والبريطانيا كم دفعت الجزائر لدخول بريكس؟ انت جاوب على السؤال بس. والله ما ادري يا اخوي، حط 2 مليار دولار بس في الاسهم. تمام، نسمع ليش ترفضت الجزائر؟ لانها من الهند. الهند اجتها الامارات قالت لها اوعك تقبلي الجزائر في المجلس، في مصداقيه في المجلس اللي اقتصاده ضعيف ما بيدش المجلس. لا 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 لا، في كلهم قبلوا الا الهند. اللي بعده يستورد، اللي بعده يستورد السيارات من ايطاليا ولا عنده مصنع حتى حق حليب. اللي بعده على الطوابير، اللي بعده ما دخول الدخل الفرضي عنده 150 يورو. تسمع عليك هذه شبيكه، شبيك هندي. هندي انت في راسك هندي، انت انت اصلك هندي اول شيء، ترى انت بلوشي مبين عليك او هندي اصلك. اسمع اسمعني بحكي معك يا اخو. شوف الاصل الهندي احسن من الاصل الفرنسي اساسا، تدري؟ بربري، بربري انسان حر يا اخوي. انا انسان حر بربري. الفرق بين الهندي، بين الهندي والفرنسي ان الهندي عسى. خلني بحكي معك، خلني بحكي شيء معك شيء ثاني يا الحبيب، شيء ثاني. انت الحين خلنا نرجع على موضوعنا. لحظة انت تنكز لي موضوع للهند لغيرك. لا الراحت الراحت، لا تغلطني في الموضوع. اول شيء كل واحد يجي يغلطني في الموضوع. تعال تعال رد جسمه. اصل الخليجيين هنود وبنغال، الحمد لله يكونون هنود ومسلمين على وبنغال مسلمين على انهم يكونون فرنسيين ومختلطين جيناتهم. ف ايش فيكم يا اخي؟ كل ما تسمع كلمه خليجي هنود بنغال ما فيكم شيء. احسن عن الفرنسي بعد. اسمر، السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك بالخير طال عمرك. وحلق الله بالنور والسرور. بالعافيه، الله يحفظك. حط ميوته بشوف الجزائر يا اخوي. هذا اكلك بالعافيه. اذا ما يحترم النقاش بكتم الاثنين. تمام ايوه تمام تمام ممتاز. بس لا تنسى لا يطلعك عن الموضوع يا عبد الله. لا 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 ما بيطلعني. وين وطلع بكبره. كفر كفر. على العموم خليجنا واحد زين، والله لا يفرقنا ان شاء الله. امين. وهذه شويه شرذمه وانا اخوك. شوف ما عليك منها. أنا انسان والله العظيم كنت مؤاخذه مسخره يا عبد الله. أنا عارف أنا عارف. المشكلة هو يقول، المشكلة ما قاطع كلامك، هو يقول أنا من 2004 أشتغل بالإمارات. أنت قاعد تاكل من خير الإمارات، قاعد تاكل من خير الخليج. المفروض يا أخي تحمد ربك على النعمة اللي أنت عايش فيها. تدري يا عبد الله يعني أنا الدولة مثلا، الدولة لو أروح لأي دولة وأروح وأعيش فيها وأستغر فيها وأشتغل فيها زين يا اخي، امدح الدوله اللي انا فيها. اكيد بمدح دولتي، هذا 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 شيء طبيعي، بس امدح الدوله اللي انا فيها. ما انكر الجميل في بعض الشرذمه هذول، والله العظيم ناكرين جميل، قسما بالله ناكرين جميل. يعني شوف في بثوث ثانيه مهما تسوي، حاطين صور، حاطين صور الله يطول بعمره ان شاء الله، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وصور صور زايد صوروني شيخ لكماتكم. انا ابوك يا ابن الكلب. لا خلا خلا لا عبد الله الحمد لله، لا ترد عليه لا ترد عليه. تدري امس محطين في الجريده، جريده رسميه ترى، محطين كاريكاتور على الملك المغربي ومحمد بن زايد على الزياره الاخيره. انا عارف، محطين اشياء تحت والله العظيم مستحيل انك تقراها ترى. ادري والله والله انا عارف. الحين انت لا تشوف بثوث ثانيه، والله العظيم كلها فتنه اقسم بالله العظيم. والمشكله حاطين صور مخلة يعني، مخلة يعني على قولتهم بإسلامنا، مخلة حتى بعروبتنا، مخلة يعني. ليش ليش هالغلة اللي فيكم؟ ليش الغلة اللي فيكم هذا كله على المملكة العربية السعودية؟ يا عبد الله إذا ودك تناقش ناقص موضوع سياسي بدون المس بال 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 شو اسمه بالرموز. رموز الدولة ما يحتاج انك تمس، والنساء ما تسوي محتوى. هذا هو هذا هو. لا تحط الحريم مستوى محتوى، ولا تحط رموز الدولة محتوى. يا ابو محمد يا اخوي جاسم، الكلام انت عندك انتقاد، تبتنتقد اي شخص، تبتنتقد اي دوله، انتقد باحترام يا اخي. انا ما قاعد اقول أنا، بس انتقد باحترام. ممكن يطلع لك فوق شخص مثلا معك بالقست يتحاور معك بكل احترام بكل رغي،
انت حاط صوره وتبي الناس تحترمك، شلون بتحترمك العالم؟ ما يصير يا اخي العظيم. يعني مثل واحد مصري من الاخوان المصريين يخسي، هذا مو اخوي، حاط صوره حق الامير محمد بن سلمان زين، وانت بكرامه يعني حاطها الصوره محشومه، هي الصوره مكان يعني ما ادري ايش اقول. نعلت الله على الامارات والحكام بني صهيون بني كلبون، نعلت الله والله الكلب منه الحين. الحين تدري يا عبد الله، احنا 1,800,000 بس تجيب حلق الجزائر بحلقها يعني في الحلق، موقفين لهم بالحلق اليوم، وفوق هذا حاطين عينهم عين الامارات، عين الكويت، عين السعوديه، تدري ليش؟ عمان، عين البحرين، عين قطر. ليش يا اخي؟ الله بخبر. مع العلم اخوي جاسم، ترى الدول هذه اللي عدت لك اياهم والله العظيم ما في دوله ترى اذتهم او ان بقول لك دولة العقدة فيهم وين؟ يعني على قولتهم بقول لك العقده وين. شوف بقول لك العقده وين. تدري الدول انت اللي ذكرت عندها حكام او ملوك، فعقده الجزائر بالضبط هي هاي العقده، عقده الحاكم والملك. والفرق بين صح. الحاكم والملك والرئيس، والفرق بين ابن الحلال وكمل من راسك، هذا الفرق. هاي والله انا عارف يا اخي، هاي العقده الاساسيه، هاي العقده الاساسيه يعني كل ما يحصل يعني مثل الجزائر دولته عنده حاكم او ملك فيتهجم على طول، فيتهجم. المشكله ما يتهجم على دولته او يتهجم على حكامه، لا يقول انا بيتهجم على فرنسا، انا باي يتهجم على فرنسا بس يا عبد الله. لا ما يقدر ما يقدر ما يقدر، لانه هو اصوله فرنسيه اصلا. فرنسا والله العظيم، فرنسا ما مر على التاريخ استعمار مثل اللي سوت فرنسا للجزائر. انا عارف ما مر عليهم خبث مثل اللي سوت فرنسا للجزائر. انا اقول لهم حتى اسرائيل ما سوت اللي سوتها فرنسا في الجزائر. حتى اسرائيل اذا تاخذ الاحصائيات ترى 130 سنه صح. حتى الكيماوي جربوه على 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 البشر ترى. وفوق هذا يمجدون فرنسا ويمجدون دول الغرب زين، ودول الخليج اللي على قولتهم وقفت معاهم بأمور كثيرة. يعني السلام عليكم. الصوت واضح معي. الملك فهد الله يرحمه، والملك الراحل محمد الحسن الثاني، لا مو الحسن الثاني اللي قبل الحسن الثاني، محمد الخامس المغربي الذي باع القمة العربية في 67 الأخ مثلا، الذي باع القمة العربية لصهاينة. عليكم السلام. قلت لك السلام عليكم، أنت لم تستمع يا رجل، وقلنا لك كن موضوعي في الحكاية. هل يردون عليه السلام أساسا؟ لأنه يعني تسمع الناس تتكلم مفروض تنتظر وبعدها لا يا أخي، لا أنت أسردت قضية وفاتك الشيء الكثير منها في اجتماع القمة العربية الجامعة العربية في 67. باع ذاك الخائن مجلس. لحظة يا خيانة وما خيانة، تحترم النقاش لو تنزل تحت يا محمد. تفضل. أنا قلت شيء غلط في الموضوع. محمد الملك فهد ومحمد الخامس طالبوا باستقلال الجزائر، نعم أم لا؟ وش عاود لي وش قلت؟ عاود أعد ما قلت. الملك فهد مال السعودية، الملك الفهد محمد الخامس مال المغرب طالبوا باستقلال الجزائر ولا لا؟ في الأمم المتحدة أول من نطق باللغة العربية في الأمم المتحدة ونطق باستقلال الجزائر منه؟ يا أخوي علي جاسم، دعني أتكلم يا رجل. لماذا هذه الدكتاتورية؟ لماذا هذه الدكتاتورية؟ أعطني جواب. ما في مشكلة سأعطيك الجواب. لماذا أنت حريص جدا على جعل نفسك بطلا الآن؟ دعني أتكلم بهدوء. يسألك الحين، أعطني جواب، من الذي طالب باستقلال الجزائر في الأمم المتحدة؟ لم أطلع على هذا الحدث يا أخي. كيف ما تطلع على الحدث وتهاجم الناس؟ أنا ما اطلعت على هذا الحدث. لحظة بعطيك الجواب على المباشر وبعدها أتفضل وتكلم. تمام، تنتظرني ثواني محمد؟ ما في مشكلة أخي، ما في مشكلة. تمام، مشكور ما أدري. تمام لحظة شوي. ويكرمنا ألان شديدة. لحظة نشيل الصورة الآن. هذا أنت يا رجل من في الصورة الآن؟ هذا أنت من في الصورة الآن؟ ما عليك أدولك بالشعر إن شاء الله يا رب العالمين. شوف الصورة هذه.
والله لا اظن ان الاخ لا انتظر انت يا ذكي، لا تسوي عمرك ذكي. لا أظن رايتك انت في الصوره، ما لم ارى شيء. اسمع اسمع اسمع، ألم شديدة، ألم شديدة ساعتنا الجزائر الشقيقة، معارم يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم. جاسم اقلب الكاميرا، جاسم اقلب الكاميرا أفضل عشان لا يطلع وجهك. لا ما عليك، وجهي حلو خليه يطلع زين. سمعت الحين ولا ما سمعت؟ ما لم أسمع شيء، أنا سمعت قول وكلام وفقط، لم أسمع شيء يا رجل، أنا لم توضح لي الصورة. وش اللي سمعت؟ والله لم أسمع شيء، أنت تتكلم والأخ عبد الله يتكلم. صمت لحظة شوي لأنك كنت مركز. أنا ما حد تكلم يا أخ. ويؤلمنا ألم شديدا أن تجري في تجارتنا الجزائر الشقيقة معارم تسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. سمعت الحين ولا ما سمعت؟ جميل جميل جميل، ماذا قال الرجل؟ أنت سمعته جميل، أنت تريد أن تشرح لي قوله؟ بنكرر مرة جميل ثانية. أن هناك أنت سمعت ولا ما سمعت يا محمد؟ سمعت الرجل تكلم عن القضية الجزائرية، قال أن هناك مواجهات مباشرة مع المستعمر من طرف الشعب الجزائري. ألما شديدا الذي يحصل في الجارة الشقيقة الجزائر. تألم، استنكر وتألم. تمام جميل. سمعت الحين معناته إيش؟ إيش معناته هذه؟ معناته إنسان طالب باستقلال الجزائر في الأمم المتحدة، أول إنسان نطق باللغة العربية إلى جانب الملك فهد. ما سمعت الملك فهد، أنا سمعت الحسن محمد الخامس رحمة الله عليه، وكرمته الدولة الجزائرية بتسمية شارع رئيسي في العاصمة الجزائر على اسمه. يعني الرجل لا ننكر فضل كلامه في الأمم المتحدة. جميل، إلى هنا كل شيء يتماشى بهدوء. تفضل أعطينا ملك كلمة الملك فهد. ما عندي، تفضل 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 عبد الله، خليه يتفضل. يلا محمد تفضل. شنو كلمتك؟ قول. الرجل قال كلمة الملك فهد كانت في عون الإخوان الجزائري. أين هو المشكل هنا مثلا؟ يعني فين هو المشكل؟ حبيب جواب على سؤالك اللي تقول ما حد وقف ويانا يعني ما أدري إيش أقول. أنا لم أقول هذا الشيء، من قال لك هذا؟ أنت تقولني ما لم أقل. الحين عطنا مداخلتك وتفضل تحت لو سمحت يا محمد، لا تغلطني في موضوع. الحين طلعت من أنا نتمنى تكون عندك رحابة الصدر شيئا ما. تفضل. لماذا أنت متسرع؟ خلينا نعطيك كلمة بهدوء. تفضل، ما عندي وقت. تفضل يا أخي، تفضل يا محمد. ما عندك وقت. أظن أن العبيد على دين أسيادها، هذا هو الواقع. يلا زين انزل. يلا على دين أسيادها. لماذا تتقلق؟ لماذا تتعصب يا رجل؟ ماشي. أنا لم أقول شيئا. أنت عبد، أنت على دين سيدك. يلا ماشي خلاص تمام، انزل يلا. زين نزل. أنا على دين سيدك. لماذا انزل يلا انزل. ما أقبل على دين سيدي. لا بضالة والله. تدري سيدي وش يقول؟ يا مرحب بريايل. والله العظيم لبين واحد يترجم من فرنسا يا جماعة، يتكلم فرنسي عشان ما عنده سالفة الترجمة. ما عنده سالفة. أي واحد دارس فرنسا يصعد معانا عشان يترجم له. أبوي عدوب يتكلم حتى فرنسي بعد ما عنده. اسمر حبيبي السموح، تراني ما اعطيت الكلمه بس فيها. تفضل مستر ليلو تفضل يا اخي. اذا ودك تبلغ ليش تطلع؟ بلغ من تحت، انا راويك كيف الطريقه كيف تبلغ. التكبيس يا اخوي، بعطيك الطريقه عادي. خبرني قول نزل البث بنزله. والله العظيم ما على بالي اساسا البثوث، عادي بيروح البث يروح حساب الثاني، بنتظر اسبوعين ثلاث شهر بفتح مره ثانيه. ترى الله يعطيك الصحه يا جاسم. ان شاء الله انا انسان ودي استانس، ودي الحين اطلع الناس اللي تهجم على الدول
ودي اطلع الاشياء اللي عندهم داخل بلادهم بعد، فاهمين؟ قبل لا تهجمون على الامارات اول شيء تتهمونا بالتطبيب، بس ترى في فرق بين تطبيع العلاقات وفي فرق بين ان تركب عليك يعني الصوص يركب عليك شيء يستفيد من اقتصادك، ترى انك تصدر 4 مليار دولار ابوي صباح الخير والشعب ميت من الجوع، لا ما يصير. صح كلامك ما يصير. المصيبه تتهمون المغرب والامارات بالاشياء ذي، وانتوا اول انسان يعني من 2003 يا ابو عبد الله، من 2003 من تحت لين تحت يصرفون والله العظيم مال قارون. فشو اسمه تفضل يا مستر. او الحين جواد مو مستر ليلو، كيف تفضل اني ايه انت اخوي تفضل. كل التحية، السلام عليكم ورحمة الله. تحية عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي العزيز ولضيوفك الكرام وللناس تحت. يعني ليس بغريب وليس بعجيب تهجم دولة الجزائر شعبا وقيادة دائما على الدولة المغربية ودولة الإمارات. أخيرا جونا حد يتكلم عربي. معليش. تفضل. يعني ليس بغريب وليس بعجيب يعني لدول كبيرة كدولة الإمارات ما شاء الله، يعني دولة لها وزن في الساحة الدولية وكذلك المغرب تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، ستبقى هذه الدول يعني شوكة في أعناقهم، جمرة تحرق قلوبهم. ليس بغريب وليس بعجيب عندما نرى دولة تفرق بين الإنسانية وتدعي أنها تدعم الشعوب في تقرير مصيرها وتدعم ملال إيران، وفي نفس الوقت تقول أنا ضد إسرائيل لأنها تقتل، لكن عندما تسأل عن بشار وعن ملال إيران يقولون لك هؤلاء يقتلون المسلمين. لا لم يعني فرق بين أن يقتل الإنسان يقتله اليهودي، وفرق بين أن يقتله الشيعي. فحتى الإنسانية أصبح لها لون وأصبح لها وطن وأصبح لها الانتماء. نعم، فبهذا سنقول الحكم للتاريخ. تفضل صديقي لك إذا كان عندك سؤال. فضلك على مداخلتك. لا والله عندي سؤال، أنت من وين بس؟ لا أنا مغربي أمازيغي من المغرب، لكن حبي كبير لأهلنا في الإمارات لأهلنا في الخليج، والله يعني التاريخ سجل لن ننسى. الإمارات والمغرب عينين في رأس واحد. كذلك لن ننسى موقف الإمارات وموقف دول الخليج المتبني دائما في وقوف مع الجانب المغربي في المحافل الدولية، فيما يعني ذكر موقف الصحراء المغربية. ستجد أن المندوب الإماراتي أو المندوب في كل الدول الخليجية خصوصا دولة الإمارات دائما تدافع عن الطرح المغربي وتدافع عن سيادة المغرب، فهذا ليس بعجيب وليس بغريب بين الأخوة. جميل. والشعب الإماراتي ما ينسى يوم التأسيس وما ينسى وقفة الحسن الثاني وما يقفى وايد أحداث اللي مرت في يوم التأسيس. لهذا أخي العزيز قلت لك في المداخلة الأولى، نحن وإياكم جمرة تحرق قلوبهم من العلاقة المتجدرة العريقة، العلاقة التي تضرب في أعماق التاريخ. هذه العلاقة ليست وليدة اليوم، هذه العلاقة لها امتداد كبير وكبير جدا. السلام عليكم. شكرا أخوي جواد اللي رحمه الله. عليكم السلام. شكرا على المداخلة أبو عبد الله. شكرا لك. شكرا الله يحفظك مستر. كل التحية لكم. الله يحفظك. تحية. تفضل أخوي مستر ليلو. وش نتفضل أخويا؟ وش بيك أنت؟ وش خصك؟ أنت اللي طالب قيس. لا أنت متعاقب بنزين؟ هي طالب قيس بالصح. أنت وش خصك من الجزائر؟ وش عاجبك؟ وش اللي حاجة اللي مخليتك كيما هكا محروق من الجزائر؟ صراحة غايظني أن تدعمون فلسطين وتدعمون إسرائيل في نفس الوقت، كيف؟ ندعم فلسطين وندعم إسرائيل. كيف سويت؟ من قالك ندعم إسرائيل؟ ها الموقع أمامك. هذا فوتوشوب، هذا ماهوش موقع. هذا عبارة عن فوتوشوب درته انت اخترعته من راسك. حتى تحديدك امام العالم وما طلع فوتوشوب. اتحدى ولا تحديتك سفينة الغاز. سفينة الغاز.
تتحدث عن سفينة الغاز اللي راحت الإسرائيل. أتحدث عن العلاقات من 2003 لين حين. كانش علاقات هذه أي شيء. بعطيك المصدر. روح أعطيني المصدر ده. وإذا طلع صح. ورينا المصدر تاعك. لحظة إذا طلع صح. تعترف. إذا طلع صح نشوف عادي. إذا طلع صح. تعترف إنك بغل. والله البغل هو إذا أنت طلع البغل. غلط. إذا طلع البغل غلط تعترف لك. بغل وإذا طلع صح أنت تعترف بغل. البغل هو دولة 1971 قبل 1971 ما كانش حاجة يسموها إمارات. بس الحين صارت الإمارات. إيه دولتك جدي أكبر منها معنات. لحظة الحين منو نزله؟ لا يا سارة ليش تنزلونه يا إخوان؟ لا مشرفين أطلب قسط يا أخي المشرفين ليش تنزلونه؟ عيب ترى ما يصير. لا لا حد نزلها من المشرفين ما ادري منو. لا ما يصير ترى احنا نناقش الكل. ترى الموضوع سياسي ما له علاقه بالاشخاص فلا احد ياخذ الموضوع شخصنا. اذا انت ما خفيت عليك الحقيقه فما معناته انك غبي. فالغباء انك تدافع عن شيء انت مالك درايه بالموضوع انك بس تتهجم ومبرمج. هاي الغباء. اتفضل طاليسي ولا تاصيلي ما تفضل. ما هو الموضوع؟ الجزائر داعمة لإسرائيل ولا ما فهمت؟ والله العظيم إذا تقرأ عربي مكتوب. مكتوب؟ من كتبوا هذا المصدر؟ أنت كتبته للمغاربة؟ اللي بالعربي أنا عشان عقدة المغرب مرة ثانية ردي المغرب. حين اتكلم عن اتكلم يقولون كسرة المغرب. التعليقات كلها مغاربة. زين بعدين. كلها مغاربة. وبعدين. والمشرفين كلهم مغاربة. زين بعده. وش معناته؟ وصديقتك معناته؟ وصديقتك وعاهرتك مغربية. زيد. زين شوف المستوى شوف مستوى أحفاد الشهداء يا إخوان. شوف يا أسمر شوف أنا أقول لك ليش الشهداء ما وافقوا انهم يندفنون في الجزائر من كثر ما يشوفون عيالهم واخوان حسن وش اللي يسوون بعدهم يعني كيف يتعاملون مع الوضع يسبون العالم ترى ويغلطون على وش المستوى ذا يا ابو لحية وش المستوى هذا وش المستوى الحين شخصية وحمزة ومدريش وتكلم عن المستوى الرذيء ذا مو بعيب المستوى ذا ده جاسي مو بعيب يا اخي مو بعيب عليك استحي انت حسن انت مشكلتك في ايدك يا حسن تستخدمها كثير يا حسن في الحمام يا حسن. اخي جاسم قال ان الامارات ولدت السبعينات لكن لا لا, لا لا ما ودي يصير يعني مستحيل يوصل المستوى ما يستوعب اساسا يعني ما يدري للحين ان التحكم 85% في الموانئ الجزائر تابعه للامارات للانوك لا ان اخذنا موقع الامارات اليوم في المحافل الدوليه وفي الساحه الدوليه واخذنا موقف الجزائر جواد تبليغ على اسمك تبليغ عيب جيو لايف كبسوا على الشاشه وصلوا للكلام يا عبد الله وانت ما ادري السلام عليكم لا انا يبين عندي الكلام هلا ياسر وش الموضوع حبيبي يا اخي كلكم نفس الشيء انت ما تقرون عربي اقرا عربي احسن منك يا اخي زين تمام حبيت نفهم انت تقارن جزائر ب ما حد يقارن منو قارن؟ عندنا سوينا مقارنة مكتوب لماذا الجزائر أكبر مصدر لكيان الصوت؟ أعطيني دليل جبد لي أمامك الدليل مصدر موثوق جبد ليش ما ويكيبيديا جبد لنا دليل هذا مو ويكيبيديا الحبيب تعرف وش ويكيبيديا مثلا ايش جبد لنا دليل خويا عندك دليل جبد دليل وإذا أعطيتك الدليل تعترف إنك أعطيني دليل ما عندكش كيف تعطيني دليل ساعرف أنا تعترف إنك إيش؟ ساعرف بلي الجزائر صح ما طبيعة تمام هذا فوتوشوب وشنو هذا موقع التجارة العالمي OAC تقرا انجليزي ما اقرا انجليزي دقيقة برك انت حاب تقنعني بلي جزائر
مطبعها مالي. قلت إذا طلع مو فوتوشوب أول شيء لازم تعرف وش الفرق بين التطبيع والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، هذا شيء ما راح تفهم. بواخر إماراتية يجوز عليها من معمرة الإسلام. نتكلم أول شيء على الجزائر من يوم نخلص ونروح الإمارات. الحين أنت تقول إذا طلع تعترف أن الجزائر كذا، أساساً مو مطبعة الجزائر، تدري إيش؟ الجزائر مو بس مطبعة، الجزائر مصدرة 4 مليار دولار في سنة 2017 لين 2021. من مين أدرى رياك؟ ما يخصني من اي ميناء حتى لو طرش في الهواء ما يخصني. سبحان الله جت طلعت من تم الباخره انا شايف. تطلع ترى 2003 يا الحبيب، يمكن بعدك انت ما ولدت اساسا. شايف انت وش دي ورا الدليل تاعك خويا؟ وش اني شو هذا هو الدليل؟ انت صاحي وش الدليل خويا؟ جايب لي تليفون داخل لي نسيت خويا. الدليل ماشي هكا، الدليل ماشي هكا صاحبي. كيف الدليل؟ انت اجيب الدليل، انت ليك تقول تجيب الدليل. الدليل اللي يقنعك وش هو؟ لا انت تهدر باش تهدر انت جدير. الحين هذا الدليل هو موقع التجاره العالمي. ياسر احترم النقاش. اسمح لي دخل سيت ما اكزيستي. احترم النقاش. راح اهدر هذا. احترم النقاش. هذا موقع التجاره العالمي، اي موقع تبغاه انت. شوف انت تيك تحوس على الدليل. انا نيش 100%. أنا 100% بلي جزائر ما عندها حتى علاقة مع الكاين. كيف أنت متأكد؟ الدولة اللي عندها كاين. متأكد؟ ثم أنت الدولة تاعك معلينة بلي. ياسر تسمعني الصدق، بحلفك يمين تسمعني حين؟ لا تمام. الحين بتكلم الصدق، خلك من الموقع تمام. فرضا أن الموقع مزيف تمام. ما قلت أنت راك دفك دم عادي. تماما فرضا أن الموقع مزيف تمام. إسرائيل يوم انخلقت إسرائيل لعن الله عليهم، أي من الدول اللي خلقت؟ إيش الدول اللي مطبعة مع الدولة تاعك؟ من الدول الذي سوت إسرائيل؟ مطبعة علنا إنه. من الدول اللي سوت إسرائيل يا محشش؟ من الدول اللي سوت إسرائيل؟ من دول كيف من دول؟ إيه بريطانيا. من أنشأ إسرائيل؟ من أنشأ إسرائيل أساس 48؟ من الدول البريطانية. شو؟ بريطانيا هي اللي انشات اسرائيل. اول شيء بريطانيا، زين ثاني شيء اربع دول في العالم، زين فرنسا امريكا وكيش واحده تمام. عندك علاقات مع بريطانيا؟ عندي علاقات مع بريطانيا. عندك علاقات مع ابو للشيطان؟ وش تنتظر من ابن للشيطان؟ رك خارج الموضوع، قاعد خارج قال انا جيتك من الاخير. عندك علاقات؟ انتظر يا الحبيب. اذا عندك علاقات مع بريطانيا وعندك علاقات مع روسيا وعندك علاقات مع فرنسا والاتحاد الاوروبي، واذا عندك علاقات مع امريكا، فليش اسرائيل ما تسوى شيء اساسا بدون الدول ذولا؟ اسرائيل ما في شيء، بس مواطنين يابون وحطونهم هناك دعم امريكي بريطاني من روسيا فرنسا بلجيكا، بس الامور تمام، ما يحتاج لدليل. بالعقل فاهمني كيف؟ خلك من الدليل، مع انك ما اقتنعت بالدليل، بس نروح على الراحات. عندك علاقات في اوروبا؟ انت سيد علاقاتك مع اسرائيل. عندك علاقات في امريكا وبريطانيا او روسيا؟ انت سيدا مطبع، مو مطبع، راكبين عليك بعد. الحين احنا ترى مطبعين الامارات مطبعين، بس مو راكبين علينا، لان ما عندنا شيء اساسا نصدر لهم. فانت تصدر الغاز، اهم شيء اللي هو الغاز، من 2003 ل 2021 لين حينه. تدري وش طرشت؟ تدري وش تصدر اسرائيل للجزائر؟ اقول لك شوف هاي المصيبه، شوف مصدرين لكم 7000 دولار. تدري وش هي؟ حبوب منع الحمل، شايفينها؟ بس حبوب منع الحمل، عشان لا يجون أشكالك أنت يناقشون جاسم ويفضحون عمارهم. بس ذا صدق ولا مو صدق يا أسمر؟ أخي ودي مرة المغالطة على جاسم. أنا أبوي 30 سنة من الدراسة بتمر لي أنا الحين أنت بسندويتش. الله العظيم أنا بعطيك الصدق، تراني ماني ضدك أساسا ولا عندي مشكلة معاك لا أنت ولا الجزائر. أنا أكلمك على العموم، يعني النقاش بالأفكار وليس للأشخاص. حنا نناقش فكرة، تراني مو متزاعل وياك ولا ضدك. لحظة أخوي عماد، ولا ضدك ولا أنا زعلان منك. كيف حالكم إخوتي الكرام؟ لحظة ثواني أخوي عماد، أنا ما لازم شيء تفهمونه أنت الناس اللي تسب أو الناس اللي تزعل. ترى الموضوع مو شخصا، الموضوع مو شخصي،
أنا إذا أنت يا محمد جيت ناقشتني مو زعلان من محمد، يوم أبند البث بصير برقد خلاص، الموضوع سياسي بين قوسين خلاص، يخلص الموضوع بروح أرقد. الموضوع ما في، أنا وش مستفيد إذا أثبت أنك أنت غلطان ولا صح؟ مو مستفيد شيء، بس لا تدعون شيء وترمون الناس بالحجارة وأنت بيتك من زجاج، بس هذا هو. ما أنا الإنسان جاسم يعني منتهي لبروح بسوي موقع مثلا وبكذب وبتصل على إسرائيل وعلى أمريكا بقول لهم سووا لي موقع مفبرك، يعني إنسان منتهي. أنا جماعة الخير تشير البث متابع الحساب مع التكبيسات. أتفضل أخو عماد، عليكم السلام. السلام عليكم إخوتي الكرام، تحياتي. أخي الكريم، أنا كنت بسمع تقول له الجزائر عندها علاقات مع بريطانيا، علاقات مع فرنسا، طبعا بده يكون علاقات، أن احنا أوروبا بعيدة علينا ب 45 دقيقة أخي الكريم، لذلك يجب أن تكون علاقات مع أوروبا. أنا ما قلت ما تكون علاقات، أنا أثبت له أن اللي سوى الإسرائيل أساسا هن الدول ذو الأربع. إذا أنت ودك تقطع علاقتك مع ابن الشيطان لازم تقطع علاقتك مع الشيطان سيدة، فلا تقول أن لا أنا ما عندي علاقات كذا بس عندي علاقات مع أبوه. يا أبوي كيف عندك علاقات مع أبوه بس ما عندك علاقات مع ابنه؟ ذول الدول هن اللي أسسوا كيان الصوص لعن الله عليهم، استغفر الله العظيم. أخي الكريم أنت هكذا ما لك في الموضوع أخي؟ كيف بدنا نقطع علاقات مع فرنسا ومع بريطانيا من أجل دولة غير موجودة أصلا؟ بس أسألك صدق في أسمر، وش يقولون حق المصطلح اللي عندهم في المغرب حق اللي يدخنونه في السيجاره، وش يسمونه الحشحوش هذا، وش يسمونه؟ زطلة. ايوه زطلة. زطلة يا عماد. انت متعاطل. انا تكلمت قلت اقطع العلاقه، ما اقول هو اللي البين على من يدعى، فانا بينت له الدليل يقول لا غلط، فشرحت له بطريقه ثانيه قلت له مليون بالمية اذا عندك علاقه مع ذول الدول معناته عندك علاقه مباشره مع كيان الصوص. ما اقول له اقطع، ترى اي دوله في العالم الا وجيت خلاص لازم تصير علاقات دبلوماسيه، لازم. ترى حتى الصين وامريكا ضربات من الزمانات، والصين وتايوان وغيره، لازم لازم لازم. اخي الكريم، انت 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 في الامارات عادي جدا الدوله الاماراتيه تتعامل مع الكيان الصهيوني، نحن فيهم في الجزائر ما في هيك شيء ابدا، مستحيل يحدث، مستحيل مستحيل. الحين انت عماد احنا الحين نكب الماء في الرمل، الحين كيف مستحيل؟ تراني اكلمك عن الصادرات. مستحيل. انتم مراضيين يا اخي، انتم مراضيين، انتم اصحاب العميم، انتم مراضيين بالعلاقات الاماراتيه الاسرائيليه. نحن شعب جزائري، نحن شعب جزائري، اذا بنسمع على اي علاقه بين الحكومه الجزائريه والحكومه الاسرائيليه راعنا العلاقه هاي العلاقه. مصدر مو موثوق اخي الكريم، شفته مصدر مو موثوق، مصدر مو موثوق اخي الكريم. ليش تنشرونه يوميا عندكم بالجرائد؟ اذا ما نشرنا اخي الكريم، هذه جبتها انت، هذه ما شفناهاش احنا، ما كانش منها يا الحبيب. انت الجزائر يوم تتكلم عن صادرات البلد، اي موقع تنشر الجريدة الجرائد الرسميه اخي الكريم، احنا اكبر دوله تستهلك الغاز الجزائري اخي الكريم. صحيح المعلومه اكبر دوله. ما لا تمر انت مسكر انت يا انا نهضر معاه هوي يا اخي بس على الراحه. الدوله الجزائر يوم تتكلم عن صادرات البلد، هذا هو الموقع نفسه اللي تجيبون منه المصادر. ما في دولة في العالم. أنا ثاني عندي مواقع، أنا عندي مواقع، نقولك بلي المواقع تاعك هذه كذبة أخي الكريم. ما في. إذا أي إنسان كيفاش ما في؟ أنت عندك ما عنديش. في موقع وحيد في العالم ما في فبركة، بس هذا OSCE هو موقع الكريم. أكبر بلد بيأخذ الغاز الجزائري هي إيطاليا، حاليا هي إيطاليا بدون كذب. هي إيطاليا تضحك عليكم سيارات حق النساء يا أبوي، تضحك عليكم إيطاليا، تضحك عليكم يوميا هي والصين طرشت لكم سيارة. أخي الكريم، الإمارات بمثابة ولاية جزائرية أخي الكريم، وش راك تهضر أنت يا أبوي؟ إيطاليا تضحك، الإمارات بمثابة دولة جزائرية. نحن الشعب الجزائري عندنا الشرف وعندنا الرجولة، كيفكم أنتم يا أخي الكريم؟ ما فيش تمام. أنا ما عندي كومباري روحي بيك، خلاص راك غلط تمام، تتهجم أنت. أنا ما عندي شرف صح؟ ما عندكم شرف، ما عندكم حتى هجونيكم شرف. بسألك سؤال يروح. كيف الإنسان يكون عندك شرف ونخوة ورجولة ها
سجل عندك يا أسمر، نخوة وشرف ورجولة وقوة اقتصادية وقوة ضاربة. شوف حتى أسمر اشترى واحدة، شوف 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 أسمر، حتى أسمر اشترى واحدة ترى من المتحف، متكلف 370 يورو، ما تحط بصمة اليد وتشتري لك واحدة من متحف الدلو العار. إذا أنت عندك نخوة ورجولة، 5 مليون جزائري يتواجدون داخل التراب الفرنسي ولا حد استطاع يتكلم عن الجماجم الشهداء اللي حرروا البلد رحم الله عليهم. ثاني شيء، اللي قص التذاكر في المتحف مراد سلمة والثاني ما أدري وش اسمه جزائريين، وتدفع 6 يورو و35 سنت. فوين النخوة؟ وين الرجولة؟ وين الشهامة؟ وين الشرف؟ انت ما بتعرف تاريخ الجزائر اخي الكريم، روح انا اعرف الواقع، انا اعرف، روح ادرس، انت ماكش قاري، انت حابس، انت مسكر. انا اتكلم عن الواقع، انا اتكلم عن اليوم، اتكلم عن انت ما تعرف تاريخ الجزائري اخي الكريم. تاريخ الجزائري تاريخ مناضل، مو زيكم يا، انا قلت الامارات بمساحة. جاوبني على السؤال، جاوبني فقط على السؤال، دام عندك نخوة ورجولة وشهامة، ليش ما جاوبتك جاوبتك، ليش ما تم التحرير 8763 جمجمة؟ ليش لا تكتمونه في تاريخ الجزائر؟ ليش ما تم تحرير؟ عطني جواب، ودي جواب بس. ليش ما هيك؟ ما بتعرفش انت، ما قريتش انت، ما على بالكش تحريرهم، عرفني زين، عطني جواب، ليش ما تم؟ انت ما قريتش، انت ولا بتعرف تاريخ الجزائر اخي الكريم؟ الجزائر خلت قرابه 2 مليون شهيد، جيت تقول لي بجماجمهم؟ ما على باليش انا وينهم، وينهم وين مدفونين؟ انت ما حررتش، انت ما حررتش البوكله بتاعكم، انت ما حررتش البوكله بتاعكم. في ما عايش بخير بلد اخي الكريم، تعرف بوكله؟ ما انا قد الاماراتي، انت ما انا قد الاماراتي يا جد، ما الاماراتي. شوف شوف، تعرفوه؟ سمعتوا عنه شيء؟ اسمع اسمع، تعرف وش اللي اسمع؟ اعرف، اعرف وش اللي كذا، اعرف حتى الحاج العثماني. بقلاب، بقلاب روتين يومي. تعرف الحاج العثماني؟ تعرف الحاج العثماني اللي كان، اللي كان يتقلب، يتقلب هنا وهنا، تشقليبه تشقليبه. تعرف اني نام؟ تعرف الحاج العثماني؟ نعرف بقلاب، تعرف هذا هو نفس، هو نفس الحاج العثماني. اخي الكريم، بدي اطرح عليك سؤال وامشي. ليش ما حررت الجماجم وبعد؟ بدي اطرح عليك سؤال وامشي اخي الكريم، بدي اطرح عليك سؤال وامشي، بدي اطرح عليك سؤال وامشي. جاوب وتفضل. بدي اطرح عليك سؤال بالاول. جاوب وتفضل. بدي اطرح عليك سؤال بالاول اخي الكريم. لا، اول انسان، الانسان من اسلوب الحوار والاحترام يجاوب، يجاوب عشان ما ياخذ بنت. انا ثاني قلت لك جاوبني انت بالاول، تعرف بقلاب؟ انا سالتك سؤال، انا ما عندي جماجم. انا ثاني سالتك اخي الكريم، انا ثاني سالتك، تعرف بقلاب؟ بقلاب، تعرف بقلاب؟ بقلاب طبعا اعرفه، هو البندقاني. هو شو هي بقلاب؟ شو هي بقلاب؟ تعرف ايش هو البندقاني؟ ما تعرف؟ انا مصطلحنا بنسمونه البندقاني. البندقاني، البندقاني مو البندقاني. بو ذاك نعرف على بقلاب، بقلاب الاماراتي هي تعتبر، تعتبر ترمه كبيره، تعتبر ترمه ك... يعني عاد لا تتكلم عن رؤساء الجزائر كذا وترمه وما ادري ايش، عيب، عيب انك تسب، تسب الشعب الجزائري كذا. ما عليك، ما عليك، تمرر مغالطه على جاسم انت هي الحبيب، صبح الخير يا، بعدك ما ولدت اللي تمرر مغالطه على جاسم يا تربيه ال... كلهم سبحان الله نفس الاسلوب، نفس الاسلوب، نفس الاسلوب، ما يعرفون الخصر وتحت، يمرون مغالطات طيز مغيو. ايش المستوى ذا خصي يا ابوي؟ تحرر من فلسطين من ايش؟ والله العظيم انت فلسطين متبريه منكم اساسا، فلسطين متبريه منكم، اذا انت فلسطين متبريه منكم اساسا اذا ودكم تحرر. والله العظيم فلسطين بتصيح اذا بالاسلوب ذا، بالاسلوب ذا فلسطين بتصيح. اسلوب ذا، ايش الاسلوب الهمجي ذا؟ يعني نقاش على مستوى اخوان حسن، تكبيس، تكبيس يا اخوان، تشري البث ساره، لا تكتمين حد، سووا مشاركه للبث. والله العظيم بني ادم شيء. اخوان المغاربه لا احد يطلب قسط رحم الله والدينكم، بس ادعموا الحساب، بس ادعموا الحساب، اي شيء بتكبيس بصندوق، مو بصندوق هذا اللي قلبه اللي يسمونه ولا علامه التيك توك، اي شيء تشيروا الحساب. اخوان المصريين نفس الشيء، اخوي عبد الله بطلعك بعدين، ام محمد، اهور لمور،
ما ادري هو المولود تفضل. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سؤال برك انت يعني اسئلة ما حد يجاوب نفس الاسلوب انتم متعاطين نفس الزطلة لانك سؤالك تافه. سؤالي تافه؟ تافه سؤالي لماذا تدعمون فلسطين وتدعمون اسرائيل في نفس الوقت؟ بس الحمد لله احنا ندعم فلسطين مسلمين وانتم يهود تدعمون اسرائيل. معناته تعترف انك يهودي انت 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 اليهودي. انا معطيك الحين شو اسمه موقع بعطيك الدليل وش يقولون الفلسطينيين على الجزائريين. انت عميل صهيوني. لا لا عميل صهيوني. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ كيف اكتشفت الشيء؟ أموال الإمارات كاملة تذهب إلى إسرائيل. هو ضدك صهيوني وضدك دعمه. هو ضدك. كيف اكتشفت الشيء؟ اسكت المروكي الكلب يا الخانس. أسمر طلعت مروكي. استغفر الله. يا كلب. هذا فلسطيني. يا عميل الكلاب. هذا فلسطيني. هذا فلسطيني. حر ابن الحر. هذا كلب المروكي كلب. خانس مخنس كلب. لحظة عقدة المغرب ما تتخلص. عقدتك مغرب. انت عقدة المغرب ما تتخلص عندكم. ليش كل ما يتكلم حد تحصلونه مغربي؟ يا اخي غريب انت والله العظيم. مغربي الكل عندكم مغربي. مسكين والله العظيم. وش الفلسطيني ذا استغفر الله العظيم. الحين بعد الحين ما اكتشف ان المايك مبنل بعده يتكلم ويسب على المغرب. يا الصهيوني تقولوا لا تدعمه يقول لك انت الصهيوني ما بدنا دعمك. انت كلمت معه في صهيوني اكثر عنه اللي يسب اخوان المغاربه. في صهيوني اكثر عنه يغلط على المغاربه الحين. اي اعرف اخوي احمد اعرف اعرف. انت تعرف ولا ما تعرف؟ الموضوع لأخواننا الجزائريين. لا أحد غير الجزائريين يطلب قسط. أخواننا اللي ما يسبون مو اللي يسبون. مهدي فيني أطلعك يا بس أنت ما تحترم النقاش. أنت ما تحترم النقاش. بعطيك فرصة وبطلعك مرة ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. شو اخبارك؟ فلسطين أمانة وتطبيع خيانة. صحيح. هل أنت في هذا الكلام؟ صحيح. صحيح. معناته أنت خائن يا طاهر؟ لا أنا لست خائن. وبالذي ليست خائنة. كيف تدعم إسرائيل من 2003؟ لا لا ندعمها بولا شيء. هذا كلام فارغ وأنتم ملوك الفوتوشوب. ملوك فوتوشوب. وإذا أعطيتك الموقع الرسمي حتى الموقع فوتوشوب كل شيء فوتوشوب. تمام. نحن لا نتعامل واليوم تم ردع طائرة أمريكية وأغلقنا عليها المجال الجوي. سلمت عليها لكي لا تذهب إلى الكيان الصهيوني. كانت حاملة أسلحة للكيان الصهيوني. أغلقنا عليها من الجو ولو دخلت المجال الجوي لأسقطناها. قفلت الباب شيء ولا سلمت؟ لوحت بيدك؟ ليش راك دير لي ميوت؟ بس لأنك تتكلم مثل أمس. أنا أعرفك أنت نفس الإنسان اللي كنت طالع عند أسمع. أنا أتكلم معك باحترام يا أخي. لماذا تعمل لي ميوت؟ الاحترام هو أنك تسوي فاصلة بين كلمة وكلمة. هذا هو الاحترام. قلت لك اليوم الدولة الجزائرية والنظام الجزائري تم ردع طائرة أمريكية محملة بالسلاح الصهاينة وأغلقنا عليهم المجال الجوي. من تحت كيف عرفت من تحت أنها محملة بالسلاح فوق؟ طائرة عسكرية أمريكية من الحجم الكبير. طائرة شحن. كيف عرفت إنها محملة من داخل؟ لا كنت ماشي مديت لهم الماء يشربوا. زين. وكيف عرفت إنها مديت لك يعني نصوص من الإحداثيات صح؟ واضحة الأمور. طلبت المرور على المجال ورفضنا. مو أنت ورجعت من حيث أتت. كيف ودي أصدق شعب
متخذين اللقلق هي في كل هي في كل المواقع العالمية. كيف ودي أصدق شعب متخذين فرنسي؟ لحظة كيف ودي أصدق شعب عالراحات كيف ودي أصدق شعب متخذين اللقلاق شهيد؟ كيف ودي أصدق شعب يقولون اللغة العربية طلعت من الجزائر؟ نحن لسنا مصنفين الشعب. كيف ودي أصدق شعب يقولون صخرة شهيدة؟ كيف ودي أصدق شعب يعبدون لقلاق عالراحات؟ كيف ودي أصدق إن ميسي من 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 الجزائر؟ كيف ودي كيف أصدق شعب ودهم يحرقون؟ كيف ودي أصدق شعب راح لكل بلدان العالم تهريب وما قدر يروح لفلسطين تهريب؟ كيف ودي أصدق شعب كل ما تناقش يقولك أسألك؟ كيف ودي أصدق شعب متخذين الصخرة شهيد؟ بس كيف ودي أصدقك أنت الحين؟ كيف بالله عليك أنت الحين والله العظيم كيف 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 تبص انت اسمك ايه؟ تبص ايه؟ تبص الله وده من ايه لمؤاخذة يعني؟ دخل البلون دخل البولون دخل هذه امور كل حاجة اللي تدخل لا اله الا الله انت اسمك ايه؟ تبص ايه؟ تبص الله وده من ايه لمؤاخذة يعني؟ دخل البلون دخل البولون كيف ودي اصدقك انت الحين؟ اسمر انا جالس طلعهم طور معهم اذا انت تعبوني ما نفس الاسلوب ما يقتنعون يعني انسان موقف طياره امريكيه ما شاء الله تبارك الرحمن ابوي انسان وين الوثيقه يا ابوي خلنا نتكلم منو هذا يتكلم منو انسان مبرمج يا اسمر ايش ميت يا مبرمج تكلم منو هذا يطلع في البثوث يغلط على العالم ترى انا الامس هو اللي كان عندك في البث تفضل تحية الجزائر وتحية فلسطين والله العظيم أسألك سؤال سام والله العظيم ما بنزلك بس عطني جواب افتح المايك افتح سام افتح المايك افتح خلي جاي افتح لحظة ما أعرف افتح وده تحية مخدر سام افتح المايك ارحم ابوك افتح المايك ارحم الله والدينك افتح المايك يا سام منتظرك افتح المايك سام كل مات سام 1 2 3 والله العظيم مكات منه تحيا عمي تربول انا كتمته بس ودي افتح المايك بس ما فتح افتح ولك الو سيد علاء تفضل سيد علاء تفضل انا والله كنت ودي اساله الزطله ذي من وين شارنها من وين اي نوع هذه النوعيه اللي تخليكم تشي مخدر والله العظيم صدق قويه صدق 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 قوية ترى مرعبهم هي صدق هو مو عليه من خله يقول من هلا بجاسم هلا حبيبي جاسم أسألك حبيبي لحظة شغل حبيبي وما حبيبي ما أبغي صح خالص تدري الحين ترى حنا الصبح الحين الفجر وحبيبي ما حبيبي وأنا إنسان إنسان زمان ما حبيت طيب رحم الله والدينك تمام توني كلمت الوالدة بقول بتزوج ومعارضتني في الموضوع وشغل حبيبي وما حبيب احترم المشاعر رحم الله والدينك إنزين جفاف طيب تفضل الله يزيد فضلك يعني سيارة حلوة اللي متصور ايش وش نوع السيارة حبيبي
بورش نعم. بي ام في هاي السياره اللي وراك بي ام في صح؟ بي ام دبليو. طيب اسالك جاسم، بي ام في ولا بي ام دبليو؟ دبليو دبليو مش دبل في. دبليو باي بالفرنسي ولا بالانجليزي؟ انزين ما علينا تفضل. اي تسلسل هذا سير ايش؟ تمام تمام. يعني ليه تتكلم عن الجزائر؟ يعني سؤال. ما انا ما اقول لك ولا اشكي لك ولا بس ودي اعرف انت... السيري حق البيام اللي انت ياله ليش وش اسمها وش السيري ذا؟ عجبني الساشي من جدا. تمام. ايش تربح من 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 ورد يعني تتكلم عن الجزائر؟ جاوب يا تمام. بس البيام اللي وراك ايش السيري تبعها؟ والله انا الحمد لله يعني عايش احسن منك يا ابوي. انا اسالك ودي اعرف الماركه يا ابوي ودي. عجبني الساشي. اسمع تدري والله انا كنت في الامارات فتحي والله العظيم اني اسالك صدق تراني ما بتمسخر اسالك صدق ما تمسخر عليك ترى لا تاخذون الموضوع كله مسخره صدق انا اسالك اذا السيري 7 ولا السيري 6 اعرف ان يا الاكس الاكس 6 او ان الاكس 7. طيب طيب ما خلينا نغير الموضوع يا اخي. انا طلعت اتكلم معك في موضوع معين انت تكلم لي على السياره. تفضل اخوي. لا انا كان ودي اثار انتباهي انا انسان احب. يلا يلا عادي اخوي احمد. لعوزتني انت وتعاليقك يا احمد رحم الله وديني خلاص بس تمام تمام. ايش دورك؟ ايش يا فتحي بالتعاليق تفضل. والله اسمع انت اول شيء ودك تستفز الجزائريين بس لهجتك الخليجيه ما شاء الله بيرفكت صراحه. لهجتك لا ما استفزهم ترى موضوع سياسي مو شخصي. اذا ودي استفز الجزائريين بكتب مواضيع اجتماعيه او مواضيع الحريم او عن النساء او على كذا او كذا او كذا وانت تعرف صح مواضيع الجزر مواضيع على كذا انت فاهمني كيف. فانا ما استفز حد انا اتكلم عن النظام بس. الانتقاض بالانتقاض تبنى الامم بس مو عيب بالكلام يا اخي. اسمع أنا كجزائري طيب أنا راضي على إيش يعني إيش تسوي تمام. بس كل يوم كل يوم يعني غير مرة الجزائر مرة يعني غير الدول العربية مرة بلاويكم تطلع تشوف كل يوم الأربعاء ولا بس لايفاته كلها على الجزائر يعني كل يوم يا فتحي لأن يوم تقتنعون بموضوع ببند بس لين الحين بعد بس غير يا أخي غير بس يوم تقتنعون ببند أنا أساسا يوم تقتنعون والله العظيم ببند حتى لو شو اسمه موضوع واحد لأن كل يوم الأربعاء لازم يطلع مسؤول جزائري يقول فضيحة لازم تمام. بس يطلع حد يا اخي غير 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 مرات الجزائر مرات غير بلد حتى يعني تكون يعني عادل بين الدول. لا انت سمعت كلامي لما سمعت انا قلت يوم انك تقتنع بموضوع بعدها بنغير على دوله ثانيه بس موضوع يمكن ياخذ مع الجزائري سنه ليقتنع. والله يا جاسم اسمع حبيبي انا انسان انا عطني رايك اسمع رايك انا انسان رايك في الصوره انا انسان عشرت جميع عطني رايك في الصوره بس عطني رايك في الصوره والسؤال عندك شيء اتفضل يعني على الصوره على الصوره وترى انتبه ترى الموقع عشان ما حد يقول لي فوتوشوب انتبه الموقع اعلاه يسارا يا اخي اسمع انا بحكي على الشعب انا دوله ما احكي ولا احكي ولا اتكلم تمام. موضوع الشعب لحاله والدوله لحالها انا اعرف ان الشعب ما حد من الشعوب راضي تمام جاسم تمام ما حد من الشعوب يعني اسمعني طيب جاسم انت هل يعني دارس السياسه او متخرج يعني من ادخل بروفايل وتعرف اضغط على بروفايل ويطلع لك التفاصيل بس الرجل السياسي يعني ما يتكلم كذا لازم فهمت يتكلم يعني انا ما انتقدك لا لا عادي عطني استفيد منك عادي اذا انت رجل سياسي بستفيد منك ترى لا انا مش رجل سياسي يا اخي ولا رجل سياسي ولا انا انسان استفيد انا انسان اعترف عندي فكره بالسياسه انا عندي نقص بالموضوع تدري وشيء ثاني ترى الاسلوب اللي اتكلم يا دوب تفهمونه تراني منزل المستوى لين تحت الصفر عشان يا دوب حد يفهم المقصد لان اذا رفعت المستوى وتكلمت في مواضيع صدق سياسيه وملغمه ما حد يفهم يا دوب تتكلم بالصورة وبالدليل ويا رب يفهمون تمام تمام
تمام يا اخي وين حاصل؟ اسمع اسمع انا انا انسان شو محترم كثير وانسان متفاهم وافهم طيب جاسم، هل الجزائر يعني بس هي يعني لها دور في السوالف ذي؟ يعني بس لا شوف انا في دول اكثر من الجزائر بمليون مره. كل الدول العربيه مطبعه من الف لين ياء رفعت الجلسه، بس الجزائر هي الوحيده اللي تتربص لا حنا مو مسوين، حنا كذا وحنا مع فلسطين ظالمه مظلومه، وحنا كذا وحنا كذا وحنا كذا ومغطين على الموضوع. بس اخلص خلاص، انا اعرف كل الدول ما في دوله الا ومطبعه، اذا مباشره مو مباشره وغير مباشره. ولازم تتفرق اذا انت انسان تفهم السياسه، تطبيع العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاد وغذاء وغير والشروط اصلا. في ترى في دول يوم طبعت في بنود على الفلسطينيين، وفي وايد 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 سوالف ترى تحت من تحت الطاوله. فلا حد يتكلم لا حنا مو مسوين، حنا كذا وحنا اشراف، حنا ما في. الجزائر هاي المصيبه الحين، مقتنعين ان الجزائر مو مطبعه، لازم يوقعون على وثيقه امام العالم احنا لا حنا مطبع. يا ابوي في ناس عنده علاقات الملايين السنين ولا حد يدري عنها اساسا. انا والله والله مش انا ولا مره سمعت يعني الجزائر ما عندها علاقات ما يا ابوي انت متى سمعت شيء اساسا؟ انت الشيء الوحيد اللي تسمعونه اللي ودهم ياك اساسا. الصحافه في الجزائر ما عندكم حريه. البلد الافريقي الوحيد اللي ما عنده حرية صحافة هو الجزائر. ما وتحدى أي جزائري يتكلم في أمور الدولة داخل البلد. بس يا أخي يا أحمد، لا والله بالعكس بالعكس والله بالعكس. غير يا أحمد غير، لا تعيد نفس التعليق، لا تعيد نفس التعليق، بينزل البث أخوي فتحي حبيبي جسم. لا تقول لي حبيبي وكذا، يلا تمام. لا بس أنا أحترم إنه أسلوبك المحترم. حبيبي ومثل ما يقولون أنت داري وأنا داري، بس خلاص. والله ما أسمع، والله ما داري يا أخي. شوف اسمع خلاص، أنا قلت لك أنا ما عنديش أي يعني اي فكره من اتجاه السياسه، وعندي فكره ما يعني شوف بطلع تكلمت بس حبيبي جاسم او اخوي جاسم. تعرف اول شيء يا حبيب جاسم، اول شيء انا ما عندي شخصنه مع الجزائريين، ما في شخصنه في الموضوع. اسمع جاسم بسير القد، بسير اكلم الوالده تشوف لي حرمه بتزوج، بس خلاص. هذا نفس السالفه بعيده كل يوم. الوالده رحم الله والدينا، تراني انسان صرت شيبه ولازم اسوي عيال وبلعب وياهم قرابه السن، ويكون الجيل قرب الجيل وكس، بس خلاص بروح المواضيع هذه. بس عشان في ناس تعرف ان لا تتهجمون على الامارات وتهجمون على مصر. اخي اسمع كل دوله وكل شعب حر في نفسه وحر في مصيره وحر في. يضحكون عليكم يا اخوي، لا يضحكون عليكم ابوي، مغلطين ام الشعب بالاقلاق الشهيد، عيب يا كل أخي. اسمع كل بلد عندها كل بلد تتحمل مسؤوليه دولتها وتتحمل مسؤوليه شعبها. يعني فتحي براويك مقطع والله العظيم، توني الحين بكلمك بدور على مقطع الجزائر وطلع لي المقطع ذا، بالله عليك لحظه شوي. يا اخي انتوا المغاربه والله العظيم مصيبه، انتوا طريقه كلامكم مرات يكون التعاليق اكثر عن لحظه براويك شيء. زائريا طلبت 127 وبقولها يعني كده من البدايه بنتمنى لها التوفيق طبعا، يعني في المنافسه دي منافسه شريفه، ولكن يا مغنيه ال 127 كتير عليك. شوف القوه يا اسمر، 127 يا مغنيه طبعا الناس زمان. اهم شيء علم الجزائري الحين هاي راح هي دخلة بتضحك، يعني هي دخلة، يعني الابتسامات دي بتدل على رفع التحدي بس، لكن اعتقد انها صعبة عليها، ولو عملتها تبقى بطلة كبيرة. شوف قلت لكم، لا انا مش هنضحك على بعض يا